السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. النهاردة هنتكلم عن نظرية 99. نظرية 99 بتقول ان كان في ملك بيسأل وزير، بيستشير وزيره، يعني بيقول له انا ملك عندي كل شيء في الدنيا، كل حاجة اقدر اعملها وتمشي، وكل حاجة كل واحد ادي له امر يسمعه من غير ما يفكر، بس انا مش مرتاح، انا على طول صدري مخنوق، على طول متضايق، على طول شايل حمل، وعلى طول بشوف عامل بشوفه كده على طول وهو بينظف القصر، وهو بياكل وهو بيشرب بيبقى على طول مبتسم، بيبقى فرحان هادي البال وهكذا. فالوزير قال له ايه؟ قال له احنا نجرب معاه نظرية 99. 99 اللي هي ايه؟ احنا نجيب كيس نكتب من بره 100 قطعة ذهب، بس نحط جواه 99 قطعة ذهب، ونحطه قدام باب البيت عنده ونسيبه ونشوف تاني يوم هيعمل ايه. وفعلا عملوا القصة دي. فالخادم فتح الباب لقى الكيس فيه 100 قطعة، مكتوب عليه 100 قطعة ذهب، بس هو جواه 99 قطعة ذهب. فجمع عياله وجمع مراته وقال لهم لو سمحت دوروا لي حوالين البيت، دوروا لي في الأماكن البعيدة على الدينار أو قطعة الذهب الناقصة، لأن بعد ما عدوا لقوا في قطعة دينار ناقصة. فابتدوا يدوروا وابتدوا يبحثوا، فاللي هم ما لقوش، فهم جالهم الخزل او اتضايقوا. فالخادم اللي هو كان عنده 99 قطعة ذهب اللي هي اتغير مسار حياته، اتضايق عشان في قطعة ذهب ناقصاه. فجيت تاني يوم عشان يشتغل، فكان جاي عابس الوجه وعلى طول مكشم كده وعلى طول متشائم. فالملك سأله فبيقول له مالك؟ قال له مفيش، يعني كان في حصلت كده حاجة وما كملتش فهمني ده. قال له يا سبحان الله. قال له 99، عندك 99 قطعة ذهب وانت متضايق عشان قطعة ذهب بس ناقصة، وانت اساسا كل مرتبك على بعضه تلاقيه 2-3 قطعة ذهب. سبحان الله. القصة دي مغزاها ان انت المفروض تحمد ربنا على كل شيء ادهولك. اوعى تبص لنعمة ما جاتلكش، ممكن ربنا اراد ان هو يمنعها عنك لسبب ربنا يعنيه، او ربنا يعني ده عند ربنا. على طول احمد ربنا. نعمة البصر دي حاجة كبيرة، او نعمة السمع، اي نعمة عندك حاول تحمد ربنا على كل النعم اللي عندك، وما تبصش للنعمة انا كان ناقص لي مثلا حاجة معينة وابقى كويس، او ناقصني مثلا نعمة معينة وليكن مثلا الفلوس كان كويس. فاتمنى انك تحمد ربنا. والله انا بقيت كل يوم الصبح وانا رايح الشغل بحمد ربنا، اقول الحمد لله رب انك خليتني زي ما انا دلوقتي، انك على طول ساترها معايا، انك على طول بترزقني، انك على طول سترني فوق الارض وتحت الارض يا رب، يعني ويسترها معايا كمان تحت الارض. فبسمة امل، اتمنى انك على طول تحمد ربنا على السراء وعلى الضراء، وعلى طول تصحى من النوم كده تحمد ربنا على طول، لان فعلا فعلا حمد ربنا دي ربنا هيزيدك اكتر، وان شكرتم لازيدنكم. فاحمد ربنا وما تبصش للنعم اللي هي ربنا منعها عنك لسبب ما، ربنا هو اللي عنه. كان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. السلام عليكم.